كان في مباحثات مع رئيس بوروندي عن سد النهضة، يعني بالتأكيد قاقدية وجودية تؤثر على حياة الملايين وكمان العلاقات الثنائية بين البلدين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة عقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ورحب الرئيس السيسي بي يعني السيد الرئيس ناداشيامي في أول زيارة رسمية له إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين بالتأكيد الشقين. وأكد حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع بوروندي في شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والأمني والعسكري، بالإضافة كمان إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن. طبعا إحنا شايفين تحركات الدولة المصرية بخصوص أزمة سد النهضة، واللي بصراحة الدبلوماسية المصرية بتتطرق يعني تترك كل الأبواب عشان حل تلك المشكلة وفي أسرع وقت ممكن بالتأكيد، لأنها بصراحة مسألة حياة أو موت زي ما دايما بنقول. خلينا ناخد دلوقتي مداخلة هاتفية مع السيد السفير محمد منيسي مساعد وزير الخارجية الأسبق. مساء الخير معالي السفير. مساء الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. خلينا كده في الأول بس أعرف رأي حضرتك في يعني هذا اللقاء، يعني فيما يخص السيد الرئيس وأيضا رئيس بوروندي. بداية خليني أوضح يمكن نقطة تخفى عن كثير من السادة المستمعين أو المشاهدين، وهي أن بوروندي هي إحدى دول حوض النيل. بوروندي ينبع من الجبال في وسطها نهر، هو أول روافد نهر النيل، وهو نهر كاجيرا. وهو نهر برغم أنه مش طويل، يعني هو حوالي 270 كيلو طوله، إنما كمية المية اللي بيحملها إلى بحيرة فيكتوريا كمية مش بسيطة يعني. فهو أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل. بالضبط بالضبط. وبالتالي هو بوروندي تعتبر إحدى دول حوض نهر النيل. أعتقد أنه كان اللقاء مهم جدا يا معالي السفير. أكيد أكيد. هو شوف يا أقول لحضرتك قاعدة نعرفها من على تحركات السيد الرئيس. السيد الرئيس في سواء في داخل مصر أو خارج مصر فهو دائما يتحرك في الاتجاه اللي فيه مصلحه، اللي تحقيق مصلحه قوميه لمصر. يعني بمعنى ان زيارات سياده الرئيس في الخارج بتكون برضو لهذا لتحقيق مصلحه لمصر، زيارات داخل مصر ايضا بنفس الشيء. بالظبط. طيب كمان فيما يخص سد النهضه، حضرتك شفت ازاي تصريحات السيد الرئيس يعني فيما يخص الموضوع الهام جدا ده اللي يمكن الشارع المصري كله بيتكلم عنه يعني؟ والله هقول لحضرتك حاجه، هو موضوع سد النهضه طبعا موضوع شاغل الناس كلها. صح. وعندنا حق، لان احنا مش من يعني اثيوبيا مثلا على سبيل المثال اللي بتتعنت معانا عندها 9 احواض انهار. يعني احنا عندنا نهر واحد فقط هو نهر النيل، بينما اثيوبيا لديها 9 احواض، وبعض هذه الاحواض فيها اكثر من رافد. يعني عدد الانهار اللي موجوده داخل الهضبه الاثيوبيه يزيد عن 17 نهر. وبعضهم انهار، يعني نهر النيل في اثيوبيا لا يمثل اكثر من 30% غير 30% من كميه الميه اللي موجوده داخل اثيوبيا. اها. فعشان كده حتى يمكن ده كان الموضوع اللي الرئيس مبارك في السابق لما طرح موضوع سد النهضه، فسال الرئيس الاثيوبي من الاسم من زيناوي، قال له يعني طب انتم خلصتوا تنميه الانهار الثانيه وبتفكروا في النيل؟ يعني انتوا عندكم واسهل كتير، لان نهر النيل الازرق نهر عنيف الجغرافيا التوبوغرافيا بتاعته، الانحدار فيه انحدار شديد جدا بتخلي السيطره عليه مساله في غايه الصعوبه. طيب انا عايز اسال برضه حضرتك على حاجه، يمكن كمان شكل اللهجه المصريه خلال الفتره الاخيره فيما يخص سد النهضه اتغير بشكل كبير، يمكن لو حضرتك ملاحظ. وكمان اتفضل. والله حضرتك انا بس يمكن في نقطتين الحقيقه، انا شخصيا او انا يمكن اللي حصل ان انا الماجستير اللي حصلت عليه كان في نهر النيل، و
مستقبل المياه فيه حضرتك. عشان كده يمكن عندي إلى حد كويس فكرة عن هذا الموضوع. أنا بس بتساءل أحيانا اللهجة الحادة اللي بتتحدث بها إثيوبيا هل يمكن أن تكون كما ودي نقطة أثرها بعض المراقبين إن إثيوبيا في ورطة شديدة جدا بسبب هذا السد. السد لما أنشئ في عجالة وبدون دراسات كافية ومعامل الأمان فيه مش عالي خالص، مع إن دائما السدود الضخمة اللي زي سد النهضة لابد أن يكون معامل الأمان فيه يتعدى 80%. في ناس بتقول إن هو لا يتجاوز 27-28%. وبالتالي هو ورطة بالنسبة يعني في ناس بتقول إن لهجة القوة اللي جاية دايما من إثيوبيا يعني منين أو إيه السبب؟ والله يا فندم هو في بعض في رأيي وأنا يمكن أميل لي إن إثيوبيا بتستفز مصر حتى تقوم بضرب السد، لأن الحكومة الإثيوبية تورطت في بناء السد وصرفت عليه مبالغ ضخمة جدا، وهو مشروع غير ناجح، مشروع فاشل، وبالتالي هي تتمنى أن مصر تقوم بتدمير هذا السد وتتحمل هي أمام الشعب الإثيوبي مسؤولية عدم إتمام السد وعدم نجاح إثيوبيا في الحصول على الفوائد اللي كانت عايزاها من السد وكل الكلام ده. يعني ده رأيي الحقيقة وأنا شخصيا أميل ليه، إنما هناك رأي آخر لا يقل أهمية أو اعتبار من هذا الرأي، هو إن السد ممكن أن يستكمل وأن يكون مصدر لضرر بالغ بالنسبة لمصر والسودان. طيب يعني يمكن لابد ان احنا يعني نتعامل مع هذا الموضوع بنفس الطريقه اللي السيد الرئيس الحقيقه بيتعامل بيها، طريقه حاسمه ولكن في نفس الوقت حذره جدا. صح، ويمكن يعني انا سعيده طبعا مداخله حضرتك معالي السفير، وحضرتك سردت لنا عدد من الاراء اللي بتدور حول سد النهضه، وخلال الفتره الاخيره زي ما قلت اللكنة واللهجة المصرية ولهجة القيادة السياسية لهجة حازمة، ولكن زي ما قال معالي السفير حذرة وحريصة جدا على بالتأكيد الصالح المصري، لأنه يعني نهر النيل زي ما بيتقال عليه شريان الحياة، ما ينفعش اللعب في المنطقة دي أبدا. أخيرا بشكر السيد السفير محمد منيسي مساعد وزير الخارجية الأسبق. خلينا نروح لموضوع